السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، دي مطوية اللي رد جزء منها، رد عليه الشيخ شهاب عوض والزعماء الصوفية، وهم قوم خالفوا دين الله تعالى تماما، وخالفوا القرآن كله، وخالفوا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فطلعوا المطوية دي وزعوها للناس. المطوية دي فيها كفر وشرك أكبر مخرج من الإسلام. حتى أبو لهب وأبو جهل ما حصلوا هذا الشرك، وإن كانا مشركين لكن ما حصلوا مستوى هذا الشرك الموجود في هذه المطية. أول نقطة في الصفحة رقم 1، وعنوان المطية قال: السلسلة الخضراء لكشف جهل وتضليل الأدعياء. الحلقة العلمية قال الصوفية بالسوق العربي، وعندهم قناة برضو افتتحوها اسمها قناة الخضراء حقت المبتدع الضال الشيطان محمد المنتصر. ونحن نحذر جميع الشعب السوداني، اي زول دار يدخل الجنة يحارب، مش ما يحضر الغنى دي، يحاربها، لانه ده زول اصلا بينشر الكفر بالله، يجوز السجود لغير الله ويدعي ان غير الله يخلق وان غير الله جل وعلا يعلم الغيب في قناته الاسم الخضراء دي. حتى الفتاوى الفقهية البفتيها فتاوى ما عندها أي علاقة بدين الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما لاقي زول يرد عليه. إذا كان أنصار السنة الملقطين ديك الهبل ديك، الله أداهم غناتين، غنات شنو؟ نور ولا سجم رماد، واحدة اسمها حاجة كده، وأداهم إذاعة في الراديو ومجلات الاستجابة وغيرها، ما بيتكلم في التوحيد. حتى لما نسمعوا انتقادات نادي إنه ما بيتكلم في التوحيد، بيقول لك أقسام التوحيد الثلاثة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، وبالله التوفيق. مجنون ولا شنو؟ البرا عنده رسالة اسمها التوحيد، والله عندي في البيت. فالتوحيد نحن ما دارين مجرد اسمه أو أقسامه، نحن دارين تفصيل التوحيد، ودارين الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني، أنه كان صغير، صغروا لأنه كان صغير، صغروا في النداء. والشافع الباب الصغير ده، الطفل أقصد الصغير ده، على الفطرة، لأنه الرسول قال كل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد والإسلام، رغم أنه على فطرة التوحيد قال: يا بني لا تشرك بالله. ده دليل على أهمية التحذير من الشرك، حتى تحذير الموحدين ذاتهم من الشرك. ده الله أداهم غنوات وأداهم مليارات وقروش، بقى يكرموا شيخ الطريقة السمانية، ويكرموا ود الصايم ديمة، ولا الصايم ديمة ذاته، يكرموا داخل مباني المركز العام، يكرموا الصوفية، ويجي يكذب الدجال الكذاب المجرم اللي اسمه محمد مصطفى ده، يجي يكذب هنا يقول: والله نحن يدا واحدة ضد الصوفية. انت بتكرم الصوفية، المركز العام بتاعك ورئيسك معاونا الدكتور خالد وهلم جرا كلهم واقفين معاه، يكرموا شيوخ السمانية ودا الصايم ديمة والختمية برضو بالمناسبة. انت دي تكذب هنا تقولنا حرب الصوفية، ده كذب ونفاق بس، وده الحاصل. فده الصوفية ده المال يقول ناس ينجموهم ويأدبوهم انه يردوا عليهم. ده قال نمرة 1، قال: الشرك هو ان تعتقد وجود اله يستحق ان يعبد مع الله. كذاب، ده ما هو تعريف الشرك. في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن مسعود، الرسول ذاته عرف الشرك، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. مش تعتقد وجود إله في عقيدتك، لو اعتقدت إنه الله ده الخالق هو الإله براو، لكن جعلت له ند في عبادة الدعاء أو عبادة الاستغاثة، دعيت غير الله، أو استغثت بغير الله، أو استعنت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو حلفت بغير الله
واعتقدت أن المحلوف به يساوي الله في العظمة، أو اعتقدت أن غير الله يعلم الغيب من الاعتقادات الشركية اللي بعتقدوها الصوفية الليلة، ده الشرك الأكبر، الكفر الأكبر المخرج من الإسلام. مش تكون معتقد أنه في الله وفي إله تاني قاعد برضو الله تاني، لا 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 لا، زي ما عرفوه كلام الصوفية ده كلام باطل، لأنه ده تمهيد من الصوفية أنه يقول لك ما في شرك أصلا. لا، بدليل النقطة اللي بعديها شوف قال شنو في الصفحة رقم 2 طوالي، عشان أوريك أنه ده تمهيد، ده يقوله ما في شرك تسجد لحمد بابكر، ما في شرك يا دول الشرك، انت زمان اسجد ساكت، اسجد تسجد في قبة البرعي يا جماعة، ده كفر بالله. لا لا، الكفر انتهى زمان لما كسروا الأصنام، الكفر انتهى والشرك تاني ما في. شوف النقطة التانية قال نفس الكلام ده، قال الشرك ده صفحة 2، الشرك لن يعود إلى الأمة إلا بعد موت كل المؤمنين. وذكر قال حديث جاء بصحيح مسلم عن السيدة عائشة، وكويس الصوفية بيجوا خلوا كتاب تلميحات شوية كده 3 دقائق في الشهر بيجوا يفتحوا صحيح مسلم، لكن أظنه النت، أظنه شنو النت. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تاما، قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم انتهى. ومن قال يوجد شرك في هذه الأمة الآن نقول له أنت أحد المشركين. طيب نديك، أصبر ها؟ أي أنت أحد المشركين، زي ما قال شيخ عبد الله، قال طالما الصوفي بيقول لك أنت أحد المشركين معناته في شنو؟ في شرك، صح ولا ما صح؟ نديك من صحيح مسلم ذاته، من صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ثوبان، قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس أو إليات نساء دوس حول ذي الخلصة والخلصة والخلصة، كله صحيح. صنم كان يعبد زمان عند قبيلة دوس، الرسول قال يوم القيامة ما بيجي لحد ما تاني نساء قبيلة دوس يعبدوا الصنم ده تاني. والحديث الأول أوضح، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، ده واضح جدا في موطن النزاع. أما الحديث بيتكلم عن علامة الساعة قبل قيامها بعدين لما تقرب، إنه ربنا يرسل الريح وأي زول في قلبه في إيمان يموت فيبقى شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله وعليهم تقوم الساعة. مش معناته ما في شرك إلا الوقت ذاك، إلا الوقت ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الشيل بيعملوا صوفية ده شنو؟ الشيل بيعملوا صوفية ده شنو؟ هنا النقطة البعدية الثالثة أوريك من الشيل بيعملوا ده لأصل له. قال الصوفي قال إنه الاستغاثة ودعاء غير الله، البدعو غير الله وبيستغيث بغير الله لا يعد مشركا ولا كافرا. الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ده كلام الله يا صوفي يا بليد يا أحمق، ده كلام الله. الله قال البدعو غير الله ده هو اللي اتخذ مع الله إله، مش إن يقول ده الله وده تاني إله اتنين بعد ذاك يكفر، لا لا لا. لو قال الله براءه ما في إله غيره يا البراء مدد ده بقى كافر،
وبقى متخذ مع الله إلها آخر، ولو قال في إله واحد والله ده متخذ مع الله إلها آخر. واحد. اثنان، ربنا قال إنه لا يفلح الكافرون، الله قال ده كافر، الله قال ده كافر. كيف انت يا حامد بابكر يا أهبل يا محمد المنتصر يا مجرم، مكنوا له الجبهجية ديل، ناس حسين خوجلي سجم رماد هم المكنوا للصوفية ديل، نازل مرزوعين قاعدين في 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 الزبالة لهم سنين عددة ما بزول شغل بهم. الله فتح لهم قنوات، حسين خوجلي فتح لهم قناة أم درمان وقال له اشتغل شرك، اشتغل. ضربت له 700 مرة حسين خوجلي ده، ورسلت له رسائل، ده نمشي له في مكتبه لننصحه لله تعالى. ما عندي وقت، عندك وقت بنجضمك هنا، عرفت كلامي انت؟ لانه انت فتحت باب للشرك، لو فتحت باب للدعارة لكان اهون واهون واهون من تفتح باب لزول مشرك ينشر الكفر والشرك الاسم لذلك. يقول دعاء غير الله يجوز، غير الله بيخلق. قال لانه الدليل في المطية اللي قرأ لكم شهاب السدي، قال لانه عيسى ابن مريم خلق باذن الله، قال ده دليل، هو ده مكتوب على ان الاولياء يخلقون. اول حاجه عيسى بن مريم ولي ولا رسول؟ ده اول حاجه رسول. يبقى الدليل ده دليل للرسل، وفي الرسل اولي العزم الخمسه، وفي اولي العزم الخمسه هو رسول الله ونبي الله عيسى. فاين البرع ولا المكاشف ولا اب جنزير من عيسى بن مريم عليه السلام؟ اثنين. ثلاثه، الأنبياء لهم معجزات، والقاعدة تقول رسول أرسله الله من السماء، فلو كان الرسول بحي الموتى، والبرع بحي الموتى، وأبو لهب بحي الموتى، وأبو جهل بحي الموتى، لما كان هناك فرق في الظاهر للبليد وللعام الأحمق بين الرسول وبين من دون الرسول. عشان كده ربنا أدى الرسل ده المعجزات براهم، ما بيقاس عليها، ما بيقاس عليها. ولما ندى لعيسى ذاته قال له قال له قول بإذن الله، يعني الله أذن لعيسى. الدليل وين؟ الآية دي من القرآن. وين إذن الله لمحمد المنتصر الإزارك الأحمق؟ وين إذن الله للبرعي الهارك؟ وين إذن الله لحمد بابكر الفاشل المجرم؟ إذن الله له وين؟ هل في آية قالت يا أيها الذين آمنوا إن حميد بابكر السمان يحيي الموتى ولو بإذن الله؟ ما في، يبقى ما يحيي، ما يحيي، لأنه الله قال أنا أذنت لعيسى. من الذي أذن للصوفية أن يحيي الموتى؟ من ذل؟ فما يغش الناس بورق فاشل، ورق مجرم زي ذا. فأنا بحذر جميع المسلمين من المنهج بتاع الصوفية، ده منهج يدعو إلى الكفر بالله وإلى عبادة غير الله وإلى الإشراك بالله. وربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصوفية الذين بيوقعوا الناس في الشرك بالله، الحاصل باختصار شديد. رسالة أخيرة للشباب بتاعنا، إنشاء التوحيد والنهي عن الشرك، الله بيرفعكم. طريق دواعر فيه مشاكل، فيه بلاغات، فيه كتل، فيه ضبح، لكن في النهاية نهايته إذا أخلصت وافقت الرسول صلى الله عليه وسلم نهايته للجنة. يا جماعة حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. افهموا يا شباب، ما تنصرفوا بقضايا بعض الشباب، الواحد ينصرف لما قضايا تافه، شو حصل في مسائل لا عندها راس لا عندها رجلين. والله لقينا انه جلوس في مكان العزب يجوز. يا اخي الله يهديك، يا اخي الله يهديك، الله يهديك. ناس شغاله شرك، محمد المنتصر بيتحدى اي واحد يقول اتحداهم للمناظره انه غير الله بيخلق. انت بتبحث لي في انه نقعد في مكان العزب يجوز؟ لقينا الامام احمد جوزه، ومنو قال لك اي كلام؟ قالوا الامام احمد هو معصوم. منو قال لك؟ جرير بن عبد الله البجلي صحابي كما نقل الذهبي، قال من اعيان الصحابه، قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعه الطعام
بعد دفني من النياحة. الإمام الألباني قال صحيح: وإذا قال الصحابي كنا فهذا دليل على أنها سنة من الرسول. أفهم يا أخي، ما تقلع عليك مسائل لعند رأسنا كرهين. اشتغل بالأمر العتيق. أمة محتاجة للتوحيد، أمة ضايعة. ما من حافلة إلا معلق فيها صورة البرعي إلا من رحم الله، ما من ركسة إلا معلق فيها صايم ديمة يعتقد فيه أنه ينفع من دون الله ويضر من دون الله ويقلب الأرزاق من غير الله. انت شغل لي في نقعد مكان العزة يا أخي؟ يقول بجوز احنا عندنا زمن صح نمشي نقعد مكان العزة ولا غيره؟ أفهموا يا ناس، أفهموا يا شباب. ما تقلع عليك مسائل لعندها رأس لا كرهين. وإياك من اتباع زلات العلماء وزلات الفقهاء. فعن زياد بن حدير فيما روى الدارمي بسننه قال: سألني عمر بن الخطاب: أتدري ما يهدم الإسلام؟ قلت: الله أعلم. قال: يهدمه زلة العالم. ده بيهدم الإسلام إذا تبع عليها يعني. ويهدمه جدار المنافق بالقرآن، ويهدمه حكم الحاكم الجائر. فاشتغلوا بالأمر التوحيد يا أخي، ونوا عن الشرك. الله بيرفعكم وبرزقكم وبيديكم، وما تخاف من زول مشرك، ما تخاف من زول يعادي الله، ما تخاف من أخو مسلم ولا جبهجي يغش. أقول لك نحن ماسكين البلد. والله أنت بيضة ما ماسك، أنا جدادة ما ماسك. عرفت كلامي؟ ولا يغشك زول حزبي يقول لك والله نحن نجمناكم في انفتحاب ولا غيره. الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وربنا ما بيرفع إلا دعاة التوحيد. ما من زول تاني ربنا بيرفعه إلا دعاة التوحيد. يرفعهم ويرزقهم ويحفظهم ويحفظ ذكرهم إلى يوم القيامة. نوح عليه السلام له كم سنة بينه وبينه؟ كم سنة؟ لا عنده واتساب، لا عنده فيسبوك، لا عنده جوجل، لا عنده يوتيوب، ولا عنده نايل سات ولا عرب سات، ولا عنده كتب مطبوعة مطابع تطبع له كتب. الآن مين ما يعرف نوح عليه السلام؟ كتب كده مطابع يطبعوها، ما في إلا الكتاب النزل له الله. الآن في مخلوق ما يعرف نوح عليه السلام؟ كيف رفع الله ذكره؟ لأنه دعا إلى التوحيد. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أربع كلمات ده الدين. عليك الله ما تشغلون بأي أمور تاني. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.